مدام ركزي معي. نعم. هلا هو احنا بنحكي كيف انه احنا اذا فاميلي نعم بنروح على السوبر ماركت. نعم تفضل. هلا احنا عندنا السوبر ماركت از تراديشن وكميتمنت انه يكون دائما نفس الوقت لحتى يومياتنا لانها ماراثون لحتى لازم نحافظ عليها بهي الطريقه. لازم يكون يوم جمعه. مزبوط. طبعا بشار بيحكي انه دايت بس هو مش دايت ابدا يعني لايف ستايل. لايف ستايل اكثر بالضبط. يعني صار لنا 11 سنه هو كل يوم عنده اراده. يعني شو بدي احكي لكم خرافي. اراده حديد. يعني تخيلوا ما ياكلش بطاطا مقليه ما ياكلش ولا شيء مقلي طول طولها. يعني عنده يوم يخبص فيه بس الصراحه يعني انا يعني وصلنا على السوبر ماركت يعني بلشت بالتشيبس والشغلات. هم ما بيعرفوا انه انا اكلي لحالي ما باكل معهم. يعني اذا فاميلي انا الي وجباتي لحال بحضر اكلي لحالي. حتى لما اروح من الشغل بروح الساعه 5 6 تقريبا كل يوم بطبخ لحالي بعمل اكلي لحالي عادي. بس انا بطبخ كل يوم يعني ما تطلعنيش انه انا ما بطبخش. لا يس بطبخ اكيد. طب انا عندي ولدين بطبخ لهم كل يوم. يس ديفينتلي. طيب هذا بس عشان تعرفوا انه الاكل فيه خضره وكذا. بشار اكلنا انه مفكر بدنا مفكرنا ناكله بس الشيبس وهذا. هلا فينا نغشه شوي بس هو يا عمي اقتلني بالدايت هلكني ما تخبروا. طبعا اكثر شيء بشار بيكرهه انه نحن لازم نمشي هيك مثل مش الميز بس لازم نتمشى هيك خط بخط بالسوبر ماركت. انه اذا ضيعنا خط شفته من شوي بيقول لي طب شكل نسيتي شيء. طبعا انا حاسه حالي نسيت نص الاغراض. هلا اذا قلت له مشي نرجع استنى نسيت شغله رح يقول لي يا الله ميرسي ماما منيح في زين شوي هيك يساعدني ولا فغين. اكيد ما رح نخلص اليوم. سلمى كثير بتحكي يعني عادي لو بتعطوها مجال هلا 10 ساعات راح تضل تعمل تحكي. مش معقول. انرجي انرجي. شو زين وين مامي؟ عشر صحون كل صحن 150 جرام. صحن على الفطور صحن على الغداء. معلش انا بفطر لحمه مرات. وبتعشى سمك اخر النهار. العشاء سمك مع بروكولي وهيك قصص. هلا بنطلع كلنا از فاميلي لانه حتى الاولاد بالنسبه لهم صار مشوار سوبر ماركت مشوار كثير حلو بينبسطوا فيه. لانه هو اكثر يوم مسموح لهم انه ياكلوا فيه شو ما بدهم بالسوبر ماركت. يعني اي شيء بالسوبر ماركت بالايام العاديه ما بلغه بالشارع تشيتنج داي تبعهم. مزبوط. انه اليوم اللي هذا اليوم ياكلوا فيه شوكولاته بدون لا اليوم اللي هو بتلاقيهم بالساعتين بالسوبر ماركت احنا بياكلوا شوكليت وتشيبس وبيشربوا عصير وشو ما بخلوا شيء. وانا بلقط الكود بارز هاي عشان بالاخر ندفع حقهم. فذاتس ات وي انجوي ات از ا فاميلي يعني. ات از ان اكتيفيتي فور اس. ماما صراحه زعلانين عليهم اوفر لانه أخذ ثلاثة. بس على موضوع الأوفر بدي أحكي شغلة. أوكي. هي بتوفر هون بالأوفر عشان تروح تحرقهم وين؟ وين؟ بالشوبينج؟ بالشوبينج تبع الملابس. طب حتى هون لاحقني. طب مثل ما أنا متحملة مثلا الحياة الصحية اللي قاتلنا فيها. أوكي. مش ضروري لازم السكس باكس طول السنة يعني شوية كرش حلو. الحق علي اللي بدي صحتكم والله الحق علي. روح. أوكي. يلا. طب كل واحد عنده إشي. أنا الشوبينج أنت الدايت. عشان نعمل
حابين نفاجئ لافرين انه انا مسلمه وزوجي مسلم وناني تبع اولادنا ديانتها مسيحيه والاسلام معامله والدين معامله، فنحن بدنا نفرحها انه تيجي تشوف واحد من اهم المعالم بديانتهم مثل نحن عندنا الحج مثل يعملوا زياره، فكان عبالي هي كمان تسوي هذا الشيء معنا. واكيد بالاردن هذا الشيء كمان مهم كثير لانه في مسلمين ومسيحيين بيعيشوا بتناغم. قلت لكم سلمى كثير بتحكي، يعني مقدمه 5 ساعات مش معقول. هون هاي المنطقه اللي تعمد فيها المسيح صحيح باختصار خلص. مش معقول 5 ساعات. يس I'm very excited, super excited to see this baptism site, which is everyone's, especially Christians, want to come here just to visit this. So you feel happy? Super happy. And I'm be very glad that I'm with my madam, my employers, that I come now. حبيبتي لافغين, you're part of the family, yes, you know that. يعني أنا بيهمني كمان الناس تعرف أنه كثير بنشوف شغلات غلط، سبيشلي لما يجوا ناس مثل الخادمات اللي بتشتغل بالبيوت انه هاي الصبيه جايه لتساعدني وتربي معي اولادي، فكثير مرات في ناس يعني احسن المعامله. يعني كثير مهم انه شخص مثلها يعني انا ما بقدر الا بحطه فوق راسي، لانه من وقت ما خلقتاي I will cry now. Don't cry. Tears for joy. Yeah. But I'm really happy for you, and we decided to come here just for you. Yeah. Yalla. Enjoy, Lavrin. Enjoy. كان يوم مميز بالنسبة لنا. أنا الصراحة كتير انبسطت للافغين اللي هي شخص يعني نعتبرها فرد من أفراد العائلة، يعني بحكم أنه هي تهتم بأولادنا فمعي ومع بشار، فكنا حبين نعملها مفاجأة، وكانت هيك شغلة كتير فيها هيك أحاسيس. أنا كتير يوميتها انبسطت لها من قلبي. Hey boys, وين رايحين نحن اليوم؟ تاكسي. تيما وين رايحين؟ تاكسي. ياس، رايحين على البحر الميت علشان نوريلكم الجمال الأردن والحاجات الحلوة بالأردن اللي نحبها مثل بلادي الجزائر. عليه ريدي؟ ان شاء الله دمنا ما كانش تقيل. بلا دمنا ما كانش تقيل. كيف؟ انت ممكن دمك تقيل انت، بس انا لا بالعكس دمي خفيف. لا ما بدناش نحكي لهم دمنا ما كانش تقيل. لا دمنا خفيف. دمنا زي السكر يا عمي. وانت بتقولي دمنا مش عارف شو. انت قلت دمنا تقيل. لا قلت دمنا خفيف عليكم. انا قلت دمنا خفيف.